مرة أخرى نلتقي في طريفة من طرائف الرياضة الوطنية، ودائما مع محلل قناة أنفاس بريس السيد محمد شروق. مرحبا بك. شكرا سي بوستا. بغينا نسمع واحد الطريفة اللي هي تثير سيفيد الجدل، هي طريقة المدرب الخميري. اش القصة ديال المدرب المدرب الخميري؟ الخميري عنده قصص وحكايات، الله يرحمه. مدرب، لا كان لاعب كبير بعدا ومدرب كبير. من الحكايات اللي تنعرف انا واللي شفتها وانا صغير هو ان الخميري كان كيجي حدا ضربي، هو مع البونتوش كيكون الضربي ديال التوش هو اللي كيكون حداه، كيمشي ويجي ومرة ما تيقول لي لا كان الفريق مضرر شباب محمد، فريق كبير، تيقول لي الضربي ديال التوش، يقول لي وهذاك الاربي ديال الدخرة عيان اصاحبي، وكنت انت اللي خصك تكون الوسط. وهذاك الاربي ديال التوش تيفرح تيقول على الخميري، قال لي طلع بيا كبر بيا، وربما تيبدا يتعاطف مع فريق شباب محمد. كاينه قصه اخرى تاع الخميري. كاين واحد القصه زوينه ديال الخميري. الخميري رجل النكته، والناس اللي في محمديه تيعرفوه، اللي عاشوا معاه واللي عايشوا اللي كنجلسوا معاه في القهوه وفي الملعب وهذا. الور في الفينال ديال كاس العرش 1979 كان ما بين شباب المحمديه والوداد، وكانوا شباب المحمديه ديال الكونسونطراسيون في افران، وكان الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه كان في افران. الو تلاقى مع المدرب الخميري. الخميري والفينال كان يتلعب في السطات، مدينه السطات. والخميري قال الملك الراحل، قال لي نعم سيدنا راه باغي يلعبوا في عقبه، فهمتي التيران ديال السطات. قال لي كيفاش؟ قال لي التيران ديال السطات راه مبقى هذا. قال لي لا غتلعبوا. قال لي فين غتلعبوا؟ قال لي لعبوا في دونور. الو دونور كان مسدود، كان فيه الاشغال من اجل احتضان الالعاب ديال البحر الابيض المتوسط في 83. عطى الامر الملك، عطى الامر باش يتلعب الفينال في استثناء، كان تحل الملعب استثناء الفينال ديال 79 اللي فاز به الوداد بجوج لواحد. هذه من الطرائف ديال السيد خميري. نعاود نرجعوا للسيد خميري الله يرحمه. ضروري غادي نرجعوا ليه. الطرائف كاين طرائف تبارك الله كبار وكثار على الخميري. شكرا سي شروق، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، والى طريفه اخرى ان شاء الله.